على قد مسافتهم من النار بتتشكل حياتهم، وعلى قد عشرتهم بيها بيكون تأثيرهم في حياتنا. مهن من نار، حلقة جديدة من نبض الشارع، أهلا بكم. من 1.5 مليون سنة الإنسان اكتشف النار، من ساعتها حياته اختلفت. لما بتأمل اللهب بشوف فيه النار والنور، وبكتشف علاقات إنسانية ومعاني عميقة في علاقة الإنسان مع النار. كنت دايما في رغبة لاكتشاف حياة عدد من الناس اللي ارتبطت حياتهم ولقمة عيشهم بالنار بشكل مباشر، وده خلاني أقابل عدد من الناس مهنهم من نار. أول حاجة عملها الإنسان لما اكتشف النار استخدمها في التدفئة وبعدين طهي الطعام. العلاقة الأزلية بين النار وغذاء الإنسان تتكرر يومياً في أبوات الأفران البلدية الموجودة في مصر. العيش، اللفظ اللي بيطلقه المصريين على الخبز. علماء الاجتماع بيفسروا دلالة لفظ العيش بأن رغيف الخبز هو محور حياة المصري، وإذا ما حقق الاكتفاء منه فإنه يستطيع التكيف مع باقي احتياجاته في أدنى الحدود. أكتر من 12 ساعة بيقضيها عم محمد قدام نار الفرن، يخبز لقمة عيش ليه ولغيره من الناس. بطريقته الخاصة عم محمد بيداعب أقراص العجين، وبحنية في ظاهرها الأسوأ بيرميها لنار الفرن، وفي خلال دقايق يطلع رغيف العيش. انت شغال فران بقالك كام سنه؟ النهارده بقالي 25 سنه. ليه اخترت ان انت تشتغل فران؟ المهنه ديت ليت والدي فيها يعني، واخوالي وامامي اساس المهنه بتاعتهم يعني. بدات بقى شغل وانت سن كام سنه تقريبا؟ عندي بتاع 8 سنين. معامله الرغيف عايزه حنيه طبعا. ازاي؟ زي كده اهو يعني، ايديك ما تكونش واقفه عشان الرغيف ما يشقش منك على ايدك او على كريك. هي دي اللي بيسموها كفوف الراحة؟ ايوه كفوف الراحة، عارف نور. عشان تقف قدام الفرن وتبقى صنايعي وسطى، خدت كام سنة؟ يعني تميت عندي بتاع 14 سنة. ازاي بقى بتتعامل مع نار الفرن؟ الطاقة دي تحت منها، عارف البلاط؟ اه. تحت منها بلاليس عشان تبقى عنبية نار. اه، وظيفة البلاليس اللي تحت دي ايه؟ تعبي نار. تبقى عنبية نار، انت لو طفيت الطاقة مثلا وطاقة 12 ساعة وتيجي تولعها هتلاقيها سخنة. سخنة ازاي؟ من البراليس اللي تحت. ايه الفرق بين الفرن ده والفرن اللي هو المكن النص آلي؟ لا الفرق كتير بيه. المكن عيشه غير عيش الطاقة. عيش الطاقة أفضل من عيش السيل. ليه بقى؟ عشان ده بتخبز على حديد، إنما الحديد ده بتخبز على بلاط. بلاط واخد راحته في الشغل، واخد راحته في التسوية. يعني ما بتطلعش العيش أنت غير لما يستوي قدام منك، إنما ممكن السيل مات على طول. في اجراءات معينه بتعملها عشان تولع الفرن؟ اه طبعا، بجيب عندي انبوبه بعمل لها شعله، بحطها تحت هنا واسيبها بتاع ربع ساعه، الميه اللي في المكنه تسخن بتربى بخار اللي هو ده. نفتح الجاز ونفتح البخار ونشتغل. يعني المكنه موطي النار كده كده. دي النار واطيه؟ ده انا عايز اقول لك انا وشي النص ده انا واقف النص تعبان جدا. دي واطيه، انا لو علها لك هتبقى جامده جدا، والعيش مش هيستحمل فيها. عشان تطلع العيش حلو لازم تبقى على معرفه كويسه بطريقه معامله النار للرغيف في الفرن. بالطبع. بص الطاقه عندنا ديت لما نعرف ان هي مثلا مش سخنه، الطوب الكل ده اللي فوق ده بيبقى اسود، لما يبرد كده قدام مننا نعرف الطاقه سخنه. انت بتقضي كام ساعه قدام نار الفرن؟ 12 ساعة. دي استحملهم ازاي؟ اكل عيشي. طب انت مفكرتش تريح نفسك وتقلب الفرن ده وتجيب مكنة؟ والله عندي الزبون هنا محتاج العيش دوت. الرغيف ده يقعد عندك في البيت يعني، لو خدت العيش ده وقعدت عندك 5 ايام ولا 7 ايام في الثلاجة وطلعت امره كلك لسه جايبه من الفرن على طول. انت بتعمل ايه في الصيف في درجة الحرارة العالية قوي بالشكل ده وانت واقف 12 ساعة قدام الفرن؟ ما بشتغلش على طول، مثلا اشتغل ساعة ولا ساعة ونص وريح بتاع 10 دقايق. انت ممكن تعلم ولادك الشغلانة؟ بالطبع لا. ليه بقى؟ عشان متعبة. يعني احنا بنتعب وما نلاقيش حق تعبنا يعني. من كتر عشرتك للنار حبيتها. النار علمتك ايه في حياتك؟ علمتني الصبر، ان انا اصبر على اكل عيشي.
ما تجيش وقت كده وتخاف من النار. بالتأكيد انا قبل كده برضو بصلح المكنه هنا. بص الف سلام عليك. ده الجرح ده وهنا. المهم العيش عاجبك يعني؟ العيش والله بسم الله ما شاء الله ممتاز. حي الحسين كل حاجة هنا لها طعم وإحساس مختلف، من أول الأنتيكات والخردوات وشغل النحاس لغاية الكباب والكفتة. هنا في الدهان كباب وكفتة عمرهم 125 سنة. علاء محمد هو الشيف المسؤول عن شغل المحل، جده ووالده كانوا بيشتغلوا هنا، وأول مرة يدخل فيها المحل كان عمره 9 سنين. من ساعتها وهو بيحلم يقف قدام النار. انت شغال هنا بقالك كام سنة؟ بقالي أكتر من 19 سنة. أول مرة وانت عيل 9 سنين داخل المكان وقدام النار والفحم، شفت الشغلانة ازاي وحسيتها ازاي؟ كنا زمان لما كنت انزل اتعلم هنا او اجي اقرب هنا احد المكان، الناس اللي قبل منه الصناعية كنت بحس برهبة وخوف، انت داخل هنا بتعمل ايه؟ لان المكان كان صعب، الحرارة نفسها صعبة. بدأت بعد كده واحدة واحدة اتعلم، نزلت هنا اتعلمت مع جماعة كانوا بعلمنا واحدة واحدة، لقيت ما الحمد لله ربنا كرمني ودخلت المهنة. هل ممكن الوقوف قدام النار يبقى حلم زي ما كان بالنسبة لك في يوم من الايام وانت صغير؟ اكيد طبعا. اللي واقف على النار دوت هو اللي المحل كله بيتربط بيه. ازاي؟ اي اوردر بيخش المحل ده كله متراهن عليا انا، مفيش طلع يطلع، طلب يطلع محروق، طلب يطلع ني، بتريح المحل كله، بتريح كل الاستاف اللي حواليك. لقمه عيشك من النار اكيد طبعا. طعمها ايه؟ زي العسل بامانه، يعني زي العسل. ان انت تقف تعرق كده وبعد ما تخلص الشيفت بتاعك وتخش تغسل وشك لمؤاخذه وتغير، بتخرج بتحس انك عملت حاجه. ازاي دي انت ما تقدرش تحسها قد ما انا حاساها هنا قدام النار؟ عايز اعرف انت بتقف قدام النار كام ساعه؟ والله يا فندم انا ساعات مثلا بيكون معايا زميل ليا، ساعات الشغل يحكم معايا او ضغط الشغل او ظروف شغل، ممكن اقعد حوالي 12 ساعه قدام النار. ال 12 ساعه دول بيفرضوا عليك محاذير معينه في ان انت مثلا تشرب ميه بشكل معين؟ طبعا طبعا. ازاي؟ احكي لي. ازاي انا اقول لسيادتك؟ انا بعد ما بخلص شيفت والحمد لله بحس ان انا ما عنديش اوردرات على النار، ببتدي اخد بعضي واطلع بره اقعد في حته هوا شويه، حته هاديه ما يكونش برده هوا قوي عشان ما يخبطش في جسمي وفي عظمي، ابدا اقعد استريح، جسمي يستريح. عييت قبل كده بسبب مثلا تيار هواء انك شربت ميه وانت جسمك سخن؟ كتير كتير كتير. لازم تتعلم. بص المهنه هنا حلاوه المهنه بتاعتي كل يوم بتعلم فيها حاجه، مجال النار بالذات دوت كل يوم بتكتشف حاجه في النار. بقى في بينك وبين النار عشره؟ اكيد طبعا. بامانه انا لما خدنا اجازه العيد بتاعت العيد دوت قعدت 5 ايام في البيت، حاسس ان في حاجه ناقصاني. حبيت النار تمام، بس هل ممكن تخاف منها وامتى تخاف منها؟ لا لازم نبص على سكه النار دي بالذات، لازم انت تخاف منها وتعمل لها حساب، هتمشي حياتك تمام. استقلب بالنار ممكن تضحك عليك. اولا ممكن تضحك عليك في العمل بتاعك. ازاي؟ لو انا ما خدتش بالي من بيت النار بتاعي وهو والع، ما ولعتوش ولا خدت بالي منه ولا حسيت ان هو مشتعل قبل اشتعال، انا ممكن انا اضيع بسجل، خش عليها 3 4 ترابوزات طلع شغل ما لقيش نار، اذا ضحكت عليا النار. فلازم انا اكون حذر معاك. لو انا لما اخذ عندي الشغل والجو هادي وقاعد على جنب، عيني على بيت النار. انت شغال بالطريقه دي الطريقه اللي هي التقليديه على الفحم؟ ايوه، اللي هو بيت النار بعمله على اليمين. اه على قفيت انا عشان انا يمين. بعمل بيت النار بالطريقه دي على اليمين اهوت، وابدا بقى اشد كده التسويه حسب الشغل وحسب الضغط اللي انا عايزه، وابدا بقى كل ما بحس ان الفحم بتقل عندي ابدا اجدد فحم. ساعات لما الشغل يضغط عليا من جميع الناحيتين ممكن اعمل 2 بيت نار، واحد على اليمين وواحد على الشمال. انا واقف معاك اهو يعني ما كملتش 3 4 دقايق وبص. اكيد طبعا اكيد. لا انا بالنسبه لي عادي، انا حاسس اصلا ان هدومي اكيد ميه. لا ده هدومي سخنت، احس انها هتولع. اكيد طبعا اكيد. لا انت بتتكيف ازاي مع الوضع ده؟ انا اقول لسيادتك، قلت لسيادتك ان هي خلاص بقت نظام ايه، مهنه خلاص، بقت مهنتي اكل عيشي، عارف ايه اللي بيحصل، عارف ان انا لو اتلسعت ادواها ازاي. يعني لو انا حتى انا ممكن سيادتك انا ساعات بتيجي عليا فتره اشيل فحمه بايدي. ازاي ما تعرفش؟ قول لي بقى، ادي نصايح للناس ممكن يتعاملوا ازاي مع لسعان النار مثلا. انا 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 عن نفسي عشان ما تملي، طبعا الواحد لما بيتلسع بعد اللسعه ممكن ايديه تعمل فوقيه كده. اول ما بيتلسع من النار بحط ايدي في ملح. ملح ملح عشان ما تتنفخش، دي حاجه. حاجه تانية ممكن لو على صينيه مكان ما الكباب والكفته بينزل الدهن، اروح حاطط ايدي في قلب اعوص حته الدهن كده على مكان اللسعه، ممكن ما احسش بالم وتسحب كل الحراره اللي في جسمي. انت عندك ولاد؟ الحمد لله. لو حد جه منهم
وجي قال لك عايز اجي اقف معاك في المحل قدام النار زي ما انت زمان في صغرك وقفت تشجعه؟ طبعا. اكيد طبعا. هكذب؟ سر الصنعة من المعلم لابنه ايه؟ اوعى تتغرف نفسك، المهنة ومجالها واسع وكل يوم بتتعلم. الحركة في شوارع عزبة خير الله بالقاهرة هادية نسبياً لأن الناس مستخبية جوا بيوتها من نار الحر، لكن الحديد اللي شايل البيوت دي بناسها كان في يوم كتلة نار اتشكلت بيها ملامح الناس وتحددت بيها حياتهم. لا يفل الحديد إلا النار، ومن جور الحداد انكوى بناره. كل دقة على الحديد المنصهر بتاخد معاها يوم من حياة عم محمود حنفي الحداد. اشتغل حداد من عمر 6 سنين وأصبحت حياته مرتبطة بنار الحديد. في الورشة البسيطة دي عم محمود بيصنع الأجن وأدوات الحدادة. عم محمود لسه بيشتغل بطريقة جدوده في صهر الحديد بالفحم وتشكيله بالدق، هو وعم سمير الصنايعي اللي شغال معاه. انت شغال حداد بقالك كام سنه؟ بقالي 54 سنه حداد. اشمعنى اخترت الشغلانه دي؟ انا اتولدت لقيت ابويا وعمامي شغالين فيها، بنعمل مسامير وبنعمل اجن، بنعمل مصاري، بنعمل بشادات بتاعه الحجر الاصطناعي، شواحيب بتاعه النحاتين، مطارق. انت بتشتغل بالفحم؟ بشتغل بالفحم، اه فحم الجبلي. اه انما ما ينفعش الفحم العادي؟ لا الفحم بتاع الجزء. لا طب الفحم ده سهل ان انت تلاقيه عشان تشتغل يعني بتوفره بسهوله؟ سواعي بندوق عليه عبال ما بنلاقيه، السواعي بيبقى كتير ومره نجيبه غالي ومره نجيبه رخيص، السواعي بنقفل بالاسبوع لحد لما نلاقيه. طب انت بتشتغل كام ساعه في اليوم يا عم محمود؟ 8 ساعات بتقضيهم كلهم قدام النار. 8 ساعات كلهم قدام النار. النار بتاثر؟ بتاثر في النظر، في النظر وفي السياحه طبعا. بتضعف النظر؟ بتضعف النظر، الجوهرة بتاعة النار بتبقى جديدة، بتلحس النظر. والنار بتأثر عليك ازاي؟ ايه تاني غير نظرك؟ هي في المؤاخذة في الصيف في الشتاء ببقى واقف على الآل وطالع بره صدري بياخد هوا، ممكن اقعد يومين ثلاثة شهر عيان. ده اسمه فرن ولا اسمه ايه ده؟ ده اسمه كور. كور ده كان زمان كان كور جلد كده بالشد بالسلسلة، مع شدة السلسلة الكور بيدي هواء يكبس هواء بيولع النار هنا. طبعا دلوقتي الجلد ده تلاقوا ما فيش توربين تنفق على الكور، فظهرت المواتير دي. المواتير دلوقتي لغيتنا عن حاجه اسمها كور. طب انت ما فكرتش مثلا انك تعمل ورشه بشكل مختلف وتبطل شغل الفحم والكور، يعني اشتغل فرن مثلا جديد حاجه جديده؟ الفرن وفي بقول مرزبه، بس ما ينفعش في المدينه الصناعيه زي كده، في مدينه سكنيه بقول ما الزبد عايز من منطقه تكون فاضيه صحراء، لان الدقه بتاعته بترج الارض ما ينفعش هنا. وبعدين احنا ما عندناش امكانيات ليه. ده ايه الاخطار اللي بتتعرض لها من الشغل بالشكل ده مع النار؟ بتلسع على طول توم النوار، بتلسع دقاته بس محرقه، دقات الاثنين تلوم محرقين من النار. مفيش حلاوة من غير نار؟ لا، ازاي حلاوة هتتعمل من غير نار؟ ولا حديد من غير نار؟ ولا حديد من غير نار؟ مفيش حلاوة من غير نار؟ ولا حديد من غير نار؟ لازم يولع، لازم كده. بص ابص، شايف الشر اللي بيطير ده بيجي على جسمنا وبيجي على رجل الصناعي اللي بيدق قدامني بالمرزبة. الشغلانة بالشكل ده عايزة مجهود بدني كبير، عايزة غذاء، عايزة غذاء. يعني الصناعي ما كانش نماذج يتعشى عشوة حلوة مش هيقدر تاني يوم يجي يمسك المرزبة. 50 سنة بتشتغل مع النار، جبت السنين اللي على النار دي لله الحمد ما فيش أي حاجة بتقسى معايا على النار. ليه؟ يعني على حسب خبرتي. في ناس مثلا سامعها بيبقى لسه مستجد، ممكن يفضل واقف ساعتين ثلاثة ما يعرفش يحمل حمو، تطلع منه سودا برده وتطلع منه برده. والفحم اللي أنا برميه ده بيعمل جلد،
الجلخة دي ما كنتش تشيلها من تحت الحموة ما تحماش، تفضل سودة في الحديد، ما تخليش الحديد يحمي. الحدادة علمتك ايه في حياتك تتعامل بيه مع الناس؟ علمتني الصبر وطولة البال. الدق بالشكل ده محتاج منك فن في الصنعة؟ اه طبعا، كل لمعز حموة وليها دق، يعني في حاجة بتحتاج الدقة جامدة، في حاجة بتحتاج الدقة خفيفة، في حاجة بتحتاج الدقة تقعد بشمالك بالمرزبة تمشي مالك. ايه اللي يطفي نارك يا عم محمود؟ يطفي ناري؟ اللي انا اجي اخر النار الاقي جنيه اجيب بيه عيش للعيال، ده اللي يطفي ناري. النار في الوجدان الإنساني مرتبطة بالأساطير والمعجزات. على طول طريق الإسماعيلية هتلاقي إعلانات تاخدك مباشرة لأسطورة أو معجزة البشعة. البشعة، حكم النار عندما يكون الحكم من أول جلسة. السلام عليكم. الشيخ سلمي بيتسمى المبشع، وهو المسؤول عن عملية الفصل في الخصومة باستخدام النار أو البشعة في طقوس خاصة جدا وحصرية جدا لعدد قليل من أبناء قبيلة العيادية. يعني إيه البشعة؟ إيه معناها؟ البشعة دي عادة وراثية تورثناها أبا عن جد لإظهار حق الناس، عبارة عن طاسة من الحديد بنحطها، اللي هي الطاسة دي بنحطها في النار زي كده، مش حضرتك حط يا ابن على حدا، لما درجة الاحمرار بيجي المتهم، اثنين مختلفين عن سرقة، عند واحد تهم امراته في شرف، واحد تهم واحد في قتل، بيجي يلحسها ثلاث مرات باللسان، ما سرقش فلان الفلاني، ما سرقش فلان الفلاني بيده، ولا سلط على فلان الفلاني بلسانه، يعني ما قالش لحد روح يسرقه، ولا يعرف مين سرقه ولا اللي شركه في السرقه، لو عنده حاجه من دول النار بتاكل لسانه. نظام علامه، مش بتقطع لسانه ولا لا، دي علامه من اللسان. علامه اللسان ديت كل الحاضرين بيشوفوها، بتفصل السارق من البريء. بس هل سبق وانه حكم البشعة طلع غير صحيح؟ لا، بالنسبة لكل اللي بيجي هنا بيمشي مرضي، عمرها ما حصل بالنسبة لنا، عمرها ما حصل نهائيا. مين اكتر الناس اللي بتلجأ للبشعة للفصل في الخصومة؟ والله جميع الطبقات، وما بلاحظش حد جاي غصب عنه نهائيا، بيجوا الاتنين متفقين على البشعة ومرتضين ان هم يلحسوا البشعة، بمضيهم ان هم اقرار ان هم راضيين ان هم يلحسوا البشعة، ولو حصلت عليه ضرر هو مسؤول عن نفسه، مدان بريء بقولها له في وشه على طول. طيب هي كده احد اشكال القضاء العرفي. ايوه. طب هل الحكم بالشكل ده ممكن يكون مقبول عند اجهزة الدولة يقبلوه بشكل معين؟ اجهزة الدولة لها شغلها، واحنا كعادات قبيلة العرب بنشتغل بالعرف، حتى لو حصلت جريمة قتل في القبيلة وعملنا عرف وحد قبل الدية حد كده، بتنفع المحاضرة العرفية دي بتنفع في القانون. اصل الحكومة عايز ايه؟ عايز الناس تتصالح على بعض، بس اجراءات الحكومة بتمشي، يعني حق القانون بيمشي عليا وعلى الكل، ده ما فيش في كلام. ازاي بتضمن بعد ما البشعة بتحصل انه ما يحصلش في انتقام ما بين الاطراف بعد ادانة حد مثلا؟ ده اقول لحضرتك حاجة، ده اتفاقيات وبيمضى عليهم، ان ما كانش يمدى عندي ان هم يقبلوا الدية، يقبلوا تدفع الحاجة اللي سرقت كده، ما بشعهمش. العمل ده بتاخد عليه اجر ولا تطوعي؟ اجر رمزي، ولو ناس ظروفها كده ما باخدش حاجة. يعني هل اقدر اعتبرها اكل عيش صدقا، ولا هي نوع من العرف
اللي انت ما تقدرش تستغنى عنه باعتبارك كبير هذا المكان. لا، نوع من العرف وراثيا، وما ينفعش ان انا ما اخدهاش مكان والدي، مكان الاكبر مني كده يعني. ما ينفعش تطلع بره القبيله دي، وبالتالي انت ممكن تورثها للاطفال دول. ده شيء اكيد. ممارسه البشعه محصوره في العايده بس، بس بناء على ايه بتختاروا الاشخاص اللي ينتقل ما بينهم السر؟ يعني من وسط الاطفال دول مواصفات ايه اللي تكون متوفره عشان تنقلوا له سر البشعه بعدين؟ البشعه ياخدها راجل صادق امين على اسرار الناس، ما يبوحش بكل حاجه جات له يقول ده جانب فلان او جانب عندي اسرار ناس. طب هي ليها طقوس معينه او يعني اجراءات معينه ممكن يعني تقول لنا عليها ولا يعني؟ لا، هو بالفعل ليها اجراءات معينه بس ما ينفعش ابوح بيها. دي اجراءات بتخصك انت في ذاتك اثناء العمل. اثناء العمل البشعه ديت وراثيه بشكل احذر اي شخص يعمله. هل ممكن في بعض الناس تعملها لاغراض اخرى؟ لاغراض ماديه في موجودين بس مش في قبيله العياده، دول بره قبيله العياده شخص او اتنين. ما تصرفوش معاهم باي اطار او في اي شكل. والله اللي يروح لهم بقى هو ذنبه، هو حر. ايه الاجراءات اللي بتعملها لما بيجي لك المتخاصمين؟ المتخاصمين بنجيب المحضر العرفي ده وبناخد بطايقهم، بنسجل، بيوقع ان هو ما سرقش، ما عرفش مين سرق، ملوش شركه في السرقه. بعد كده القسم. بعد كده بيجي يتمضمض 3 مرات بميه، بيلحسها بعد كده 3 مرات باللسان. بعد ما بيلحسها 3 مرات نصبر شويه يتمضمض تاني لسانه، يوري الناس لسانه. اللسانه اتعور بنت فيه العلامه يبقى ده راجل مدان بريء كأنه بيشرب شويه شاي. هل العلامه دي بيكون ليها اثر على النطق او اللسان؟ لا لا لا، تفضل يعني عقاب او لا 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 او تجريس ليه؟ لا 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 بعد كده لا، ولا هي بس 10 بالكثير اسبوع 10 ايام بتكون طابت تاني ورجع زي الاول. كان كل الناس اللي اكلتهم النار طلعوا خرس. مين من فئات المجتمع الاكثر اقبالا على استخدام البشعه في الفصل في الخصومات؟ الارياف، صعايده، العرب، دول اكتر ناس بيقولها. النار لا تحرق صادق، ده المبدأ الأساسي في مجلس الشيخ سلم العيادي. بالمبدأ ده يثق بعض المصريين في حكم النار للفصل السريع في خصوماتهم، ومنهم عم محمد اللي اتسرقت عربيته النص نقل وبيتهم عبد الله. خير يا محمد، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عبد شغال معايا العربية بقالها سنة، سوّر، اختلفنا شوية مع بعضنا وخدت العربية مني. تمام. وبعد ما خدت العربية بعدها 3 أيام العربية انسرقت من عند البيت. تمام. مين هيبقى معاه مفتاح العربيه غير عبده؟ انت شفته هو بيسرقها؟ انا ما شفتش، بس انت يعني انت شاكك فيه؟ شاكك فيه، ما فيش حاجه ان هو ده اللي سواق وانا اختلفت معاه. طب انت يا عبد الله سرقت العربيه؟ طلعت مفتاح العربيه؟ حد خد منك المفتاح؟ تعرف مين سرقها؟ ها؟ لا. هتلحس البشعه، الله وكيل. طب الفاتحه الله وللنبي زر الحق وبر البر يا رب. يا حبيبي معك بطاقه عبد الله؟ سرقت سيارة، وقع لي أنا. أرجزت الموية مضمت 3 مرات وتفهنا قدم شوية. هتلحس التصل دي 3 مرات كده اهو. بعد ما تلحس اوعى لسانك يلط سنانك اللي فوق، يعني ما تحكوش كده. ماشي، وري لسانك. شايف لسانك يا جماعه قبل اللحسه اهو. مع قرب وصول الشيخ سلمي للحظه التبشيع كنت قلقان جدا ومترقب النتيجه على لسان عبد الله. طلع لسانك جامد.
ضل عشان قام. مضمض يابا ثلاث مرات تفهم. طلع سنة جامد. مبروك يا الله. مبروك مبروك مبروك. ربنا ما عندوش حاجة يا محمد. انت ليه لما حصلت عندك مشكلة العربية اخترت تيجي تحكم من البشعة؟ ايه اللي هيفصل ما بينه وبين عبده؟ فانا قلت البشعة. مفكرتش مثلا انك تروح تلجأ تعمل محضر في الشرطة والامور دي؟ محضر هعمله برا هشوف في عبده، حتى لو عبده مظلوم هطول. فانا البشعة قلت لا، هي دي تفصل ما بينه وبينه. حضرت بشعة قبل كده؟ حضرت بشعتين ثلاثة قبل كده. ده اللي خلاك تفكر اول ما حصلت لك المشكلة انك تيجي؟ انا قلت بس طالما في كذا واحد يعترف قبل كده بالسرقة او يلحس ويطلع حرام. بعد براءة عبد الله تخبو نار الخصومة، لكن نار البشعة موجودة دايما في انتظار الباحثين عنها والمعتقدين فيها. الحضارة الفرعونية خلدت الملوك والقادة بتماثيل حجرية وبرونزية، وفي وقت من الأوقات سنة 3000 قبل الميلاد حضارة وادي النيل وغيرها من الحضارات المعاصرة استخدمت سبائك البرونز في كل أدوات الحياة فيما يعرف بالعصر البرونزي. قدرة البرونز على التعبير عن مظاهر الحياة واستيعاب فنونها لم تكن تكتمل إلا بالنار. الدكتور حسن كامل الفنان التشكيلي مغرم بنحت التماثيل البرونزية، ومن أشهر أعماله تمثال الكاتب والمفكر طه حسين الموجود في ميدان الجلاء بالقاهرة. في كل تمثال في الورشة لمست حال النار لما تبقى نور. فن النحت من وجهة نظري هو أكتر مجال في الفنون ليه علاقة بالحياة، بتجسيد الأشياء من لا شيء. انت بتبتدي تصيغ مجسم بيعبر عن افكارك. عشان تجسد ارائك وافكارك واحلامك، ايه علاقة النار بيك؟ البرونز والنار حاجتين متلازمتين. علشان نعمل تمثال برونز بنمر باكتر من 17 مرحلة، اخرهم النار، يعني هي اللي بتحط الفنالة. ده بيخلي فيه علاقة فنية وإنسانية بينك كفنان وما بين النار. أنا من غيرها ما أقدرش أوصل للنتيجة بتاعتي. وهي النار لو قدرنا نعبر عن معادل للفانكشن بتاعها اللي هي الباور، الطاقة. فالنار هي اللي بتحول المعدن من مجرد قطع من مادة خام إلى شكل أنا اللي قصده وأنا اللي مصممه وأنا اللي مشكله وأنا اللي حاطط فيه أفكاري وأحاسيسي ورؤيتي. فالنار هي اللي بتعمل عملية الوصل. النار بتعمل ده بخصائصها. أكيد ده بيتطلب منك حرفة ومعرفة أكتر بالنار، صحيح؟ طبعاً صعوبة النار والقسوة بتاعتها ترودنا ليها علشان تدينا النتيجة دي، هي المعادلة اللي ما بين النحات وما بين النار من خلال الميديوم اللي هي البرونز علشان يوصل للنتيجة بتاعته اللي هي في الآخر بتبقى عمل فني يبدو لما تحط إيدك عليه في الجاليري إنه بارد، لكنه في الحقيقة هو سخن جدا، مع إنه نتيجة صراع ودرجة حرارة تتعدى 1100 درجة علشان نوصل للنتيجة. إزاي بتروض النار عشان تدير الصراع معها؟ أنا بفضل إن أنا أقول إن أنا ما بروضش النار، لا، أنا بروض الخطوات أو بروض العمليات اللي تخليني يعني في علاقة جيدة مع النار. ليه؟ لأني ما أقدرش أتحداها.
لو تحديتها تكسرها زي مثلا لما ولا تكسرك او تتغلب عليك او ممكن ممكن لو انا تحديتها بعدم فهم وعدم وعي ممكن النتيجه تيجي عكسيه. الطريقه دي ازاي؟ وريني. اتفضلوا. هي الطريقة اللي حضرتك شغال بيها نقدر نقول قديمة حديثة تجمع ما بين الاتنين؟ الطرق دي موجودة من قبل التاريخ، ولكن الطرق بتاعتها هي اللي شوية بتختلف. يعني احنا بس زودنا الكهرباء، لكن هي بتبقى حفرة وفيها الـ 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 البطئة اللي هي الحاجة اللي بيحطوا فيها المعدن، وبالنار بتخش من مكان معين في مكان محكم الغلق علشان الحرارة تبقى مكتومة لحد ما بيحصل الانصهار. الوقت استخدمنا البراور الكهرباء، كان زمان مثلا في المصر القديم اللي هو الكور الجلد. امتى بتخاف من النار؟ بخاف من النار لما بكون متردد، لكن لما باخد القرار وببقى عارف انا بعمل ايه ما بخافش منه. ليه لما بشوف العمل الفني التمثال انا ومعظم الناس ما بنعرفش القيمه اللي وراه؟ وفعلا زي ما حضرتك وصفته لي بحس ان هو كيان هادي لكنه هو ناتج عن صراع كبير مع النار. لما بتبقى في مثلا شرح لمراحل العمل الفني ده او ازاي وصل لهذه المرحله، الناس بتبتدي تتذوق بمفهوم تاني ومنطق تاني. فهو العمليات اللي هي بتسبق العمل الفني في وضعه في الجاليري ده مهم قوي ان الناس تبقى على درايه بيه علشان يعرفوا قد ايه العمل ده كان وراه مجهود وتفكير وصناعه وتشطيب وحاجات كتير قوي. من ابرز اعمالك الفنيه التمثال البرونزي لطه حسين اللي موجود في ميدان الجلاء. انا متعود اشوف التماثيل البرونزيه في الميادين ضخمه جدا وعظيمه جدا. كان ملفت قوي ان اشوف التمثال ده بمقاييس مختلفه. كنت عايز تقول من الطريقه اللي قدمته بيها ايه؟ كل الـ الصياغات اللي اتعمل بيها الميادين كانت تندرج تحت توجه اسمه الموميريال او التمثال التذكاري، اللي هو هدفه الاول والرئيسي والاساسي هو ابراز الشخص اللي معمول له الميدان. في حاله طه حسين كانت المسابقه مطروحه لتمجيد فكر عميد الادب العربي برؤيه حديثه. انا عملت العمل الميداني كتصميم شامل يجمع ما بين اللاندسكيب والتمثال في كيان واحد بيمجد فكر عميد الادب العربي، مش بيمجد شخص عميد الادب العربي. من نور فكر طه حسين الى النار اللي عملت التمثال، المسافة بين النار والنور، الفنان في أنهي حتة في المسافة دي؟ النار طاقة هي اللي بتدي النور، فلازم تستخدم النار علشان تشوف النور، فلازم تكافح وتبذل مجهود ضخم جدا علشان تحصل على النتيجة اللي هي النور في النهاية. مع انتشار بناء الأضرحة والمدارس الدينية خارج أسوار القاهرة القديمة، الحكام والولاة وطنوا عدد من الحرفيين والمهنيين جنبها لمتابعة أعمال البناء والتشييد. أعمال الإزاز الملون اشتهرت وازدهرت في العصر المملوكي وبتعتمد في جوهرها على النار. في مواجهة مسجد قايتباي بصحراء المماليك، النار تصنع الجمال.
كل يوم الصبح كمال بيحط كسر الإزاز في الفرن في درجة حرارة 1000 مئوية ويبدأ في تجهيز الشغل لوالده حسن هدهد. عم حسن قضى 53 سنة قدام نار الفرن يشكل الإزاز ويصنع منه تحف ينبهر بها العالم. وبنوع من العلاقة الخاصة عم حسن بيتعامل مع كتل الإزاز المنصهرة وبيشكلها حسب المطلوب. عم حسن بيقضي 13 ساعة في اليوم قدام الفرن، وبالرغم من التقدم في تقنيات تشكيل الإزاز لسه متمسك بفرنه التقليدي وناره. والله أنا خدت عليها زي ما والدي شقي وكان بيستحمل، أنا بستحمل، هو كان بيستحمل كمان نار الدخان بتاع الخشب. وكان والدي نجم من الشخصيات العامة، بتجيله وبتشوفه، هو كان بيبعدني عنها، قال يا ابني دي شغلة ما يشتغلهاش إلا الجن بمعنى أصح. عايزة مواصفات خاصة في الشخصية؟ الشخصية وحبها ومهنة كلها أسرار. بالرغم من ان في تطور في الصناعه افران اوتوماتيك يعني، انت لسه مصر تشتغل بالطريقه دي ليه؟ لان ده تاريخ بلدك. ما هو الافران الاوتوماتيك بتنزل حته العجينه في قالب تطلع لك كوبايه، تطلع لك شفشه، انما حرفتك هنا انت ماسك ماسوره مفتوحه اهي دي بتلاقي النفخ. ازاي انت تقعد 11 ساعه وبتشكل؟ تستحمل في الحر ازاي؟ بقى اتعودت زي ابويا ما اتعود ورباني، انا برضو اتعودت وبربي عيالي، وبعدين بشيل تراث للبلد، بس يا ريت البلد تهتم. ازاي طورت من فكرة الفرن؟ دخلنا الفرن ده من الفرن البلدي اللي هما كانوا بيخبزوا في العيش وكده وبتاع، فلقينا ان الفحم متعب، فقعدت افكر لما عملت الفرن بالانابيب زي ما انت قاعد كده زي البيت، ودي الطاقه وده الفرن من جوه، ودي بدقه من الطينه الحراري، يعني الفرن ده ما حدش يعرف يبنيه في العالم، عندهمش فكره انهم يلونوا الازاز جوه الفرن. صناعه الازاز بالشكل ده التقليدي ده ايه الفن فيها؟ الازاز ده كله من الطبيعه، ما بقاش نسبه رصاص 1%، مش مضره يعني. اخد الازاز اللي هو كسر اعيد استهاره تاني واشتغل وكده. احنا بنشتغل الهاند ميد خالص، يعني ولا بنشتغل بقالب، وده اللي مجنن العالم، مجنن اوروبا، ده اللي مخليه فن. بس عشان تتعامل مع النار بالشكل ده محتاج حرفه. طبعا لازم. ازاي بتتعامل مع النار بالشكل ده من غير ما تضر نفسك وفي نفس الوقت تطلع فن؟ والله انا بتعامل مع النار كصديق ليها والمهنتي، يعني اللي يحب حاجه تمام بيتفوق فيها. ممكن اشتغل كل شغل الاثر اللي انت شايفه في اي جامع ده، يرجعوا لي المهندسين العماره عشان اعمله بالسنتش، ودي تبقى يعني خبره سنين. زعلت من صاحبك؟ زعلت منها في بعض الاحيان. امتى يعني؟ ما كل مزاج مش رايق، الدنيا ضيقه علينا. بتدي النار ايه عشان تديك؟ اديتها ان انا قعدت معاها 55 سنه، معظم الناس ما بتحبش النار، ربنا يكفينا شرها. واخدين في الوجدان الشعبي اللي ينفخ في النار يزودها، انت لما بتنفخ في النار ايه اللي بيحصل؟ انا بنفخ في النار بحرفه، بعمل لنفسي تاريخ، بعمل لنفسي فن. كل اللي انت شايفه ده ملون، بقلب الازاز بحرفه جوه الفرن. يعني عندك الفنون التطبيقيه والفنون بتعمل للناس، والجامعه الالمانيه عامله للناس انها تيجي تدرس عندي نظري. بعد 53 سنه المهنه خدت من صحتك ايه؟ ما بخرجش زي الناس ما بتخرج. انا لو كنت بسمع كلام الناس وسافرت وفي اي دوله اجنبيه وبنيت الفرن ده، يبقى بنيت لهم الهرم الرابع عندهم. ازاي في شغلانه الازاز النار ممكن تصنع الجمال؟ الجمال بتاعها في ان انا بطلع منها الحرفه، ازاي اشكل انا، يعني في من العصر الروماني بعمل حاجات، العصر البيزنطي
العصر الاسلامي المملوكي فاطمي، كل حاجه عندي هنا ليها تاريخ، مش بشتغل جزافي. مع كل الخطر ده فكرت في يوم من الايام تقوم من قدام الفرن وتسيب المهنه؟ لا ما فكرتش. طب انا هاكل ازاي؟ هشتغل ازاي؟ انا كنت شقي جدا، ويمكن قصتي اللي عملها احمد زكي في الميكابوريا حسن ودود دي قصتي. فبقيت ابعد وارجع، ابعد وارجع، كل ما اشوف ابويا العاد ابوك تعبان ارجع. وبعدين قلت مفيش فايده بقى، لازم السينما اديتك جزء من الشهره اللي انت بتدور عليه والتقدير عند الناس. انا الحمد لله مشهور جدا، انا مش مستني السينما، انا معروف في جميع انحاء اوروبا. لما حد في الشارع يمسك حته شغل ازاز وبالنسبه له هي حته ازاز وما يعرفش كل القصة اللي ورا الحتة دي، بتحس بإيه؟ بزعل وبقول عليه إنه هو مش فاهم، هو بيخش يصلي في الجامع فشايف الإزاز المعشع ده فعارف ده إيه، يعني معظم المنطقة عارفة عمهم حسن ده إيه وبالنسبة لهم إيه والشغل ده إيه. أنت بتلعب بالنار؟ أنا بلعب بالنار، هفضل ألعب بالنار لحد ما أموت عشان احافظ على التاريخ وولادي تحافظ عليه. على طول طريق التبين بحلوان مداخن مصانع الطوب واقفة بتعلن عن نفسها لكل إنسان، لكن اللي ما بيظهرش من الصناعة الكبيرة دي عمالها اللي بيشتغلوا في صمت، ومنهم الحريق. الحريق هو المسؤول عن أفران الطوب وتحويل الطوب من لبن إلى أحمر. هنا في الحفرة العميقة دي أو البربخ بيتم رص الطوب تمهيداً لحرقه، وهنا عبد الله تعلم حكمة الحياة من نار الدنيا. المهنة دي فيها من إمتى؟ قبلي 7 سنين. دي إيه اللي خلاك تختار إنك تشتغل الشغلانة دي؟ ما أنا ماليش غيرها بصراحة. لما جيت تشتغل اشتغلت على طول حريق ولا مريت بمراحل قبل كده؟ لا طبعا تعلمت الاول، هو الصنايعي بيبقى مش تحتيه صبي او دي نفس النظام كده. اشتغلت صبي كام سنه تقريبا؟ يعني 2 لحد ما بدات تمسك شغل بشكل عملي. اشتغل فيه شغله الحرق اهم مرحله في صناعه الطوب. ليه؟ ان هي يعتبر اللي هي اساس الاساس، انها لو الطوبه راحت خضره ما خدتش حقها في النار البن يجي يبني، ولو طلعت خضرة تتعب على طول تستحملش، لكن لو برضو لو زيادة الطوبة تتعبه مع البن ما عارفش يبنيها. يعني انت لازم تظبط النار؟ لازم نظبطها. بتظبط النار ازاي؟ يعني في طوبة عايزة نار تقيلة، وفي واحدة عايزة مثلا حاجات بسيطة، في عايزة فوق عايزة تحت. انهي بقى طوبة اللي عايزة نار قليلة وانهي طوبة اللي بتعوز نار كتير؟ عامة دي بتيجي برضو على حسب الطفلة اللي بره اللي بتعمل منها الطوب. في طفلة اسمها الطفلة الصفا، طفلة الصفا دي بتقبل شغل كتير. في طفلة سمرة دي ما بتحتاجش يعني شغل كتير. تحت الردم ده كله في ولعة؟ تحت الولعة بتخش ازاي طيب؟ الولعة في رشاشات، المؤثرات دي بتاع الغاز بتيجي في المكان، في ماسورة بتاع غاز وفي هواء عشان تدي شدة الهواء تدي الغاز ان ينزل تحت الأول، يعني المكنة اللي قدام دي بتجيب تحت وبجيب اللي ورا تجيب فوق. يعني ايه الإجراءات اللي بتعملها قبل ما بتولع الولعة؟ الاجراءات بتاعت ان انا بقى ببص على الطوبه اشوف هي هتعوز ايه قدامي، يعني بحس ان لما اجي عليها اعرف هي عايزه ايه، واشوف مثلا لو رصيص بيرص يعني شغله غلط. هي الرصه تفرق في الحرق؟ ازاي يعني؟ ممكن يجيب شويه يعني قدام كده وشويه لورا. طبعا انا ما اعرفش اشتغل، لو شغلت هيجي من تحت هيعور الشغل يطلع وحش، ويجي من فوق نفس النظام برضه. قلب الطوب بياخد وقت قد ايه من طوبه خضراء لطوبه حمراء؟ تاخد 2. شغال غاز ولا مازوت؟ الاول كنا شغالين غاز، دلوقتي لما الغاز قل اشتغلنا غاز ومزيوت، عشان الغاز لوحده مش هيطلع انتاج ومش هيطلع طوبه حلو. انت ايه اجراءات الامان بالنسبه لك عشان تامن نفسك وانت بتشتغل مع النار؟ يعني بتامن نفسك ازاي؟ يعني انا بنزل على المشايات بعرف انا بدوس عليه وباجي عليه والحته النيل اللي ما جيش عليها، لو مثلا في فتحه جامده عارف ان دي فتحه ما بحطش رجلي عليها فبعلمها بحاجه، اجيب قالب واقف كده يعني زي نظام علامه غلط يعني محدش يجي. عشان كده انت بتحذرني وانا ماشي من ان انا احط رجلي فين بالظبط عشان ما اقعش في الحفر. في البربخ، اسمه البربخ. اسمه البربخ. اللي يقع في البربخ ده يطلع شكله ايه؟ لا دي بقى ربنا يعني مكتبها علينا وعليك.
مش طبعا مش هيطلع الا غير هيكل عظمي. 7 سنين بتشتغل مع النار، علمتك ايه؟ الانسان يبقى طاقي بس، عشان يعني يبقى في وقت زي ده انت ما حدش يبقى عارف هيموت ازاي كده، فلازم يعني الواحد يصلي ويلتزم. النار هي العامل المشترك بين السلع اللي بيعتبرها البعض الارخص الطوب، وما بين السلعه الاغلى دائما. الذهب بريقه بيخطف كل عين، كل قطعة عبارة عن خامة صغها خيال صنايعي فنان. من خلال علاقته بالنار قدر يطوعها ويحولها لأشكال تخطف القلوب والجيوب. في شارع الصاغة بالمسكي محلات الذهب والفضة بتتبارى في عرض مشغولاتها اللي معظمها صناعة يدوية. بعد غزو مكن القوالب للسوق احتمل مهرة من الصنايعية في ورش قليلة تتعدى على صوابع الإيد. هنا في الورشة دي قابلت عم إبراهيم الصايغ. السلام عليكم. عم إبراهيم موجود؟ ماشي يا باشا. جوه حتة. عم إبراهيم وزمايله بيشتغلوا في تشكيل وصياغة المشغولات الذهبية، وحتما تبدأ القصة مع النار. أنت شغال في المهنة دي بقالك كام سنة؟ 38 سنة. ايه اللي حببك في الصنعة؟ الفن اللي فيها. اول مرة مسكت فيها حتة دهب تشتغل فيها شغل حقيقي. حقيقي عندي 12 سنة كان حاجة اسمها تركي، شغل تركي بكامر كده بتشك، وقعدت عملت حتة قد كده اول يوم، وبعدين لحد ما وصلت 7 متر و8 متر. ايه ادواتك في الشغل في تشكيل الدهب؟ بيبقى قصاج مبرد 6 بوصة، بيبقى مبرد نص دايرة، شغلة نار. ايه دور النار في صناعة وصياغة الذهب؟ هي 3/4 الصناعة النار، لأن أنت بتشكل حتة الشغل بالنار، وأنت شغال بالبوري بتلحمها الشكل اللي أنت عايزه، بتشتغله بالنار. يعني دي خرطوشة دلوقتي هرصها الحام والحمها بالنار، لو ما كانتش النار مش هتنفع حتة الشغل تنفع. أي حاجة فيها بالنار من أولها من بدايتها لآخرها. النار بتأثر على الذهب إزاي؟ بتأثر على الذهب لو أنت شغال معاه بعمق، إنما شغال معاه بحرفة وعارف دي ما دارت خلاص اتلحمت شكرا خلاص. الذهب مش عايز عنف. ايوه. عايز ايه؟ عايز فن. الفن ده بالاحساس، احساس الصنايعي طبعا. ما هو انت لو ما عندكش احساس هتبوظها الشغل اللي في ايدك. انت بقى بتعرف النار المناسبه لكل حته شغل ازاي؟ بايديك اهو، البوري بتوطيه زي ما انت عايز، بتشتغل بيه زي ما انت عايز، تعليه وتوطيه زي ما انت عايز. بص ديت شغال فيها ازاي؟ لو ما كنتش عشان دي خفيفه، لو ما كانتش ايدي حساسه والنار شغال بيها زي ما انا شغال بيها كده مش هتطلع حلوه. انما لو مش شغال بقى وخلاص هتدوب مني حته الشغل وهتباظت. انت بتقعد قدام النار دي في شغلانتك كام ساعه في اليوم تقريبا؟ ممكن ساعه، ممكن ساعتين، ممكن على حسب الطلب اللي معايا، ممكن 8 ساعات، ممكن من اول الصبح لحد بالليل شغال بالنار. لما تقعد قدام النار وقت طويل مثلا 8-10 ساعات ماشي، انت بتحس بايه بعد الفتره الطويله دي مع النار؟ بحس بانسجام ان انا عملت حته شغل حلوه ومبسوط من نفسي اللي انا عملتها. الصناعيه اللي بيشتغلوا بالحرفه وبالفن ده كتير؟ لا قلت لان اكتريتهم قلبوا مكن، اليد وبقت حاجه بسيطه. بتعلم انت صناعيه بجد؟ طبعا بنعلم، لازم نعلم. ربنا ما يديك حاجه حلوه لازم تديها لغيرك. العلاقة الإنسانية اللي ما بينك وما بين النار وما بين حتة الشغل بتظهر في الحتة طبعا في النهاية؟ طبعا. حتة الشغل اليدوي ممكن تبقى لابس خاتم كده تحس الخاتم ده بيقول حاجة من جماله، إنما المكن بيقوم جايب شكله ومصبه وخلاص. إذا ما روضت النار خرج منها النور والجمال. شاركونا بآراءكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم على فيسبوك ويوتيوب وتويتر ستريت بلس شو. إلى اللقاء وحلقة جديدة من نبض الشارع.